خلينا بقى نبدأ كلامنا زي ما أنا بحب أول أسبوع كده، ونقول يا رب يبقى في تفاؤل وفي تقدم على الأرض بالنسبة للنادي الأهلي. لأن تاني هنرجع نقول الفترة اللي فاتت أكيد كانت فترة صعبة، لكن خلينا نبص في الجديد. إحنا خلاص بنبدأ مواسم جديدة وبننهي مواسم خلاص برضو، لكن عندنا مباراة النهاردة أمام نادي طبعا الإسماعيلي في غاية الأهمية، وهي المؤجلة واللي هيستضيفها ملعب برج العرب الدولي. مش محتاجين بقى إن إحنا هنا نوضح أو إن إحنا نأكد على أهمية هذه المرحلة، من جانب إحنا بنتكلم خالص بقى يعني جانب تاني خالص بعيد عن فكرة المنافسة على درع بطولة الدوري. ومش محتاجين برضو ان احنا نفكر حضراتكم، نفكر نفسنا مرة تانية وتالتة بأهمية كمان الفترة اللي جاية، يعني بالتحديد فكرة هنا الشكل الموسم اصلا هيكون عامل ازاي، وازاي نقدر ان احنا نبني على الموسم الجديد بداية تكون برضو موفقة من خلال الاربع ماتشات المتبقيين في المسابقة. عندنا الاسماعيلي، عندنا الجيش وام بي وسيراميكا كليوباترا، وكل فريق منهم على فكرة فريق محترم جدا وعنده طموح. يعني هم اربع ماتشات كلهم يعني مع فرق اكيد عندها نفس الدوافع، وهي فكره انها تنهي الموسم بشكل مميز. كل لاعب فيهم عايز يبين للجميع وكل المدربين الموجودين، ويعني ان انا موجود، انا اقدر ان انا اكون في احسن النوادي. فاكيد هيبقى فيها تنافسيه شديده جدا، فيها ضغط كبير جدا، وكلهم مروا او كلنا خلال الموسم ده مرينا بفترات صعبه. لكن خليني افكر حضراتكم ان الشكل الحالي اعتقد ان شاء الله افضل بكتير، خصوصا يعني لفرق زي طلائع الجيش اللي كمان فكرته هنا ان هو بيعيش فتره مميزه جدا طبعا مع كابتن طارق العشري، اسمي برده كبير جدا. نفس الامر عوده النادي الاسماعيلي للمكسب برده شفناها في الفتره الاخيره مع كابتن حمزه الجمل، بغض النظر طبعا عن الخساره الاخيره اللي كانت امام المصري برباعيه، برده كان سكور كبيره كريم، لكن ان هو نجح ان هو يعدي المحنه اللي احنا بنتكلم عليها اللي كانت في بدايه الدوري. وخلينا هنا نقول ان مكاسب الاهلي مع ومن الاربع ماتشات دول اعتقد اولها انك تقف بشكل كامل على السكواد بتاعك. خلاص بقى ده السكواد بتاعي اللي انا داخل بيه ان شاء الله الموسم اللي جاي، اللي بالمناسبه هيبدا برده بسرعه جدا. احنا زي ما قلنا كده حاجه بتحصل اول مره في العالم سباقين، ولكن يعني هي بغض النظر غريبه ولا لا، بس احنا سباقين فيها. هينتهي في شهر يونيو 20 يعني 23. عندك مجموعة لاعبين أكيد يعني هيطلعوا إعارة، وعندك مجموعة لاعبين معارين بالفعل ومحتاج إنك تشوفهم، لأن أكيد منهم ناس ممكن أعتقد إن هم الفترة اللي جاية يكونوا يعني بيأدوا بشكل كبير أو يكون وجودهم مهم جدا بالنسبة للنادي عندنا. فبالتوفيق إن شاء الله.